بارك الله فيكم. تقول السائلة: هناك واحدة من جداتنا تصوم رجب وشعبان اعتقادا منها بأن ذلك أفضل الشهور، فما الحكم في ذلك؟ أما صيام رجب فلم يرد فيه شيء، وأما صيام شعبان فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره، فيستحب صيام أكثر شعبان ولا يصام كاملا. أما رجب فإنه لم يرد فيه شيء، فصيامه أو صيام شيء منه يعتبر بدعة لعدم ورود الدليل بذلك، إلا في حق من له صيام مستمر يصومه تطوعا فإنه يصوم رجب مع غيره من الشهور. أما قصده وتخصيصه بصيام دون غيره فإنه يعتبر بدعة.